في رسالة تانية بتقول: لو سمحت يا دكتور، أفضل مكمل فيتامينات للإرهاق والإجهاد اللي بيحصل في الصيام؟ غذاء ملكات النحل طبعا، في كومباينيشن بين غذاء ملكات النحل والجينسنج والجينكو بلوبا، ده بيزود التركيز، بيزود بيدي باور جامده جدا. بس لو هو مريض ضغط بلاش الكومباينيشن ده. الكومباينيشن ده موجود في حاجه اسمها جينكو فيت، موجود في التريني تريكس. لو عندك مشكله في الضغط يبقى خليك في غذاء ملكات النحل بس بيور. اي ريال جيلي بقى موجود في السوق بتركيز 1000 بيدي باور جامد في الصيام.